مساء الخير. للمرة الأولى منذ عام 2012 سيطرت قوات النظام السوري على كل دمشق ومحيطها إثر طرد تنظيم داعش الإرهابي من آخر جيب له جنوب العاصمة، رداً على خطاب بومبيو وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أكدت عدم وجود حل بديل عن الاتفاق النووي مع إيران. انفجار شاحنة في قندهار جنوب أفغانستان يقتل 16 شخصاً ويصيب 38 شخصاً، خسائر فادحة للحوثيين في جبهة الساحل الغربي حيث قتل 36 من ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال الساعات 24 الأخيرة، وفي إنجاز علمي جديد وفريد من نوعه على مستوى المنطقة العربية والعالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية تشارك برحلة فضائية صينية لاستكشاف الجانب غير المرئي للقمر.